ناقد الرياضي المتألق الحقيقة في الإعلام الخليجي وله تأثيره وحضوره الرائع. طيب احنا اطمنا عدد كبير من المصريين المشاركين، اطمنا على الملعب، اطمنا على الحضور الجماهيري، اطمنا على الفار. دي المواكب اللي كان يقصدها، دي المواكب اللي أسامة كان بيتكلم عليها. ومنظمة وحاجة جميلة، ربطة هايلة يا جماعة، ربطة مشجع الأهلي في الدوحة. يعني أنا كنت أتمنى، عمال أقول لك مفيش صورة مفيش صورة، بظهر إن شوارب ربنا النهاردة يعني ادخرها لك. شاكرين، متشكرين على بعتها كمان. حتى يمكن أنا سألت سؤال، مع وصول البعثة ما شفناش الاحتشاد اللي قدام المطار، فكان ممنوع. يعني تم تخفيف قبضة الإجراءات. احنا بس عشان الساعة دي دلوقتي بس.